أقام المركز القومي للسموم ندوة بعنوان الإدمان بين الشباب، المسؤولية الأسرة أو المجتمع، وكان على رأس الحضور الأستاذ الدكتور هشام عطية رئيس مركز القومي للسموم وأعضاء من هيئة التدريس. دور خدمة المجتمع وتنمية البيئة كوكيل للكلية إن هو يفعل الخدمات التي تؤدي إلى منع هذا الإدمان والمخدرات، ووحدة مركز السموم ده وحدة ذات طبع خاص، وهو ينتمي إلى وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإحنا دعمنا هذا المركز ودعمنا هذا المؤتمر ودعونا فيه رجال الدين ورجال القانون ورجال أساتذة السموم، وكانت المتحدثون تحدثوا عن الأضرار التي تنتج عن الإدمان وطرق مكافحة هذه المشاكل. المؤتمر ده احنا عاملينه اساسا، العنوان المؤتمر زي ما انتم عارفين الادمان بين الشباب، المسؤولية الاسرة والمجتمع، بعد يعني زي ما شفنا ظاهرة الادمان اللي بدأت تنتشر موجودة زي ما احنا شايفينها وكل يوم بتزيد، وبنتابع في النشرات وبنشوف قد ايه وفي الجرايد وفي المجلات قد ايه الحبوب المخدرة، كان لابد ان احنا نتطرق للنقطة دي ولابد نفتح المجال للحوار في الموضوع ده عشان نوصل ايه سبب الانتشار وايه سبب الظاهرة دي بدأت تنتشر. من خلال عملنا في المركز القومي للسموم يعني شفنا ان معدل الادمان بالنسبة في الشباب بالنسبة للحبوب المخدرة وبالاخص الحبوب اللي بتسمى ترامادول لانها انتشرت جدا جدا، فيمكن النهاردة من الهدف بتاعنا من الندوة ان احنا نقدر نحدد المسؤولية او نحدد ايه سبب انتشار الظاهرة دي وازاي نقدر نواجهها في الايام اللي جاية ان شاء الله. دعوة كريمة من جامعة القاهرة، من كلية الطب، من المعهد القومي للسموم بالمشاركة في هذا المؤتمر عن خطورة الإدمان ومكافحتها ودور الدين في معالجة الإدمان، وأنا سعيد بأن أشارك في هذه الندوة المهمة جدا. وبالفعل الإدمان مخاطره عديدة، والمخدرات كما نعرف محرمة في جميع الشرائع بلا استثناء لأنها تذهب العقل، وهنا أؤكد كما أكدت في الورقة التي قدمتها على أن الخمر هو ما خمر العقل، فكل شيء يستر العقل ويذهبه هو من الخبائث ويعد خمرا، ولا عبرة بالأسماء المختلفة، كوكايين ولا هروين ولا حشيش ولا خلاف، وفي النهاية هي خمرة بلا استثناء ولا يجوز على الإطلاق تعاطيها أو اقترابها. والقرآن كان واضحا في هذه المسألة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. صرح الحضور بالندوة إلى ضرورة تكاتف جهات كثيرة لعلاج مثل هذا المرض الخطير، منها وزارة الصحة والتعليم ووزارة الداخلية، ونأمل أن تفعل هذه الحلول للعلاج من الإدمان. إنجي خالد، لنهارك سعيد.